غادر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أرض الوطن بحفظ الله ورعاية صباح اليوم متوجها إلى مملكة تايلاند، وذلك لترأس وفد مملكة البحرين ممثلا عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في أعمال مؤتمر القمة الثانية لمنتدى الحوار الأسيوي التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة عدد من القادة ورؤساء الحكومات ورؤساء وفود الدول الأعضاء. وقد كان في وداع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقاعدة الصخير الجوية عدد من المسؤولين بالمملكة والقنصل التايلاندي لدى البحرين. رافقت صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء السلامة في الحل والترحال.